خلينا نروح لموضوع تاني، وبالتأكيد فيه اهتمام كبير من الدولة المصرية علشان تحافظ على البيئة وعلشان تواجه كل آثار التغيرات المناخية، وده طبعا بينعكس على كل المجالات وخصوصا على الشركات الناشئة اللي بتهتم بفكرة المنتجات صديقة البيئة. من المشروعات دي في شركة مصرية اشتغلت على تحويل أكثر من 5 مليار كيس بلاستيك إلى بلاط صديق للبيئة وبكفاءة أقوى من الأسمنت. ده بيحصل إزاي؟ خلينا نشوف في سياق هذا التقرير. شركة مصرية ناشئة تعمل على تحويل أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك إلى بلاط صديق للبيئة وبكفاءة أقوى من الأسمنت، وهذه التقنية تعمل على منع دخول أطنان النفايات إلى البحر المتوسط وخفض مستويات الانبعاثات من قطاع البناء. وهنا جت الفكره من هنا ان احنا نركز على مخلفات البلاستيك دي ونطوعها في منتج يقدر يكون مفيد للبشريه، وفي نفس الوقت نخلص من التاثير البيئي السلبي ليها. على الجانب الاخر، صناعه مواد البناء من اكثر الصناعات الملوثه للبيئه في العالم، وده بسبب الانبعاثات الكربونيه الكبيره اللي بتطلع من صناعه الاسمنت او حتى من الابنيه وهكذا. فجت من هنا الفكره ان احنا ناخد مخلفات البلاستيك دي نحولها لمواد البناء اللي بتكون بتاذي البيئه، احنا بنعملها صديقه للبيئه بدون اي انبعاثات كربونيه او تاثير سلبي. احنا لحد دلوقتي عملنا تدوير لاكثر من 5 مليون كيس بلاستيك، بس ده مجرد البدايه. احنا بنهدف ان احنا بحلول 2025 نكون عملنا تدوير لاكثر من 5 مليار كيس بلاستيك، وحاليا عندنا خطط للتوسع جوه مصر وعندنا خطط للتوسع في بعض الدول العربيه، وابتدينا نشتغل على ده اوريدي مع شركائنا في النجاح والمطورين العقاريين وشركات المقاولات اللي جربوا منتجنا وعجبهم جدا وحابين ان هم يعمموه بشكل اكبر. وفي مصنع الشركة يحمل عمال براميل كبيرة محملة بنفايات بلاستيكية ممزوجة ليتم صهرها وضغطها، ويباع البلاط المنتج إلى مطورين عقاريين وشركات مقاولات لاستخدامه في بناء الأرصفة بالأماكن المفتوحة. وحظرت مصر في السنوات الأخيرة استعمال البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة فقط في العديد من المحافظات، وذلك للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.